من جانب آخر، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة منفذ عملية مستوطنة نفي يعقوب شمالي القدس المحتلة بعد الانتهاء من اجتماع الكابينت. وأقدمت سلطات الاحتلال على إغلاق النوافذ بشكل كامل وباب المنزل، ومنعت العائلة من إعادة استخدامه. وكان الكابينت قد قرر إغلاق منزل عائلة علقم تمهيدا لهدمه، إضافة إلى قرارات انتقامية عديدة تستهدف عائلات منفذي العمليات.